بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن آلام الرقبة تؤدي إلى ماذا. هناك قرابة 1 2 3 4 5 6 أمور تأتي إليك وتزعجك في حياتك اليومية نتيجة آلام الرقبة، خصوصا إذا أهملت مسألة الذهاب إلى الطبيب في معرفة كيفية علاج آلام الرقبة. آلام الرقبة تؤثر على التنفس بشكل كثير وبشكل كبير. ثانيا، آلام الرقبة تؤدي إلى الصداع والصداع النصفي وطنين الأذن. آلام الرقبة تؤدي إلى ألم الفك وكذلك آلام الظهر وآلام أسفل الظهر. كذلك آلام الرقبة تجعلك لا تستطيع أن تحرك أكتافك بسلاسة، وآلام الرقبة تجعلك دوما تشعر بالدوخة والغثيان. كذلك آلام الرقبة تجعلك تشعر بأن لديك لا سمح الله يعني آلام في القلب لا غير ذلك. لذلك عليك مراجعة الطبيب فورا إذا شعرت بهذه الأمور السبعة، ليس بالستة، يعني إذا كان هناك تأثر على التنفس، صداع مستمر نصفي وطنين الأذن، ألم الفك والرقبة والظهر، آلام أسفل الظهر، لا يمكنك تحريك الأكتاف، الشعور بالدوخة والغثيان، الشعور بآلام في القلب، فعليك أن تذهب إلى الطبيب وأول ما تسأله عن آلام الرقبة. ربما أنت تعاني من آلام الرقبة، هذا كله يرجع إليها، فلا تؤخرها، لأن هذه القضية ستزداد وتتأثر أكثر وأكثر، وربما تصل إلى نتائج غير محمودة. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.